بجد والله زي ما بقولك كده، معرفش ازاي صحيت من النوم لقيت عمر نايم هو كمان، وليد نزل. لا انا حاسه ان في حاجه مش صح بتحصل، وبطلب وليد ما بيردش. انا همشي يا مدام شهير. طب اقفلي اقفلي، في حاجه غريبه بتحصل. هخلص وارجع اكلمك. ماشي. يعني ايه يا عبير؟ الساعه لسه ما جاتش 5 ولسه فاضلك شغل ما خلصتيهوش. انا ما اقصدش كده، انا قصدي ان انا ماشيه خالص، انا مش هعرف اكمل شغل مع حضرتك. نعم كده من غير سبب؟ وش كده من غير اي مقدمات؟ بصي، بعد ما وافق حضرتك رجع في كلامه تاني، وده كان شرط حضرتك من الاول عشان اشتغل. يعني انت داخله عليا الصبح بطاجن فول، ما قلتيش اي حاجه من دي. ايه اللي جد يا عبير من الصبح لدلوقتي؟ انا شامه ريحه مش كويسه وحاسه ان وراكي قلق. قلق ليه يا مدام؟ كفى الله الشر، ما حصلش حاجه غير اللي قلته لحضرتك. بت، انت كنت حاطه حاجه في الاكل اللي انت جايباه معاكي؟ حاجه ازاي يعني؟ مش فاهمه. انت مش هتمشي من هنا غير لما تمم على كل حاجه في البيت. حضرتك اللي مفيش حاجة ناقصة؟ أنا آسفة يا عبير. أقدر أمشي دلوقتي؟ اتفضلي. ما تزعليش مني يا عبير. مالك يا ام منى؟ شكلك تعبان ومطفي. مش دي ست ام منى اللي كنت بشوفها بتنور الحته كلها؟ انا عارفه عامله كده ليه؟ ولا في حد بيهددني بالسجن ولا حد يطردني من بيتي، ده انا ست غريبه قوي بصحيح. عارفه يا ست ام منى، لو انت ما خرجتيش والناس دي كلها خرجت من الحته، انا ممكن يحصل لي ايه؟ حول الله. هو يا يحصل لك يا يحصل لنا كلنا؟ أنا هتسجن وتخرب بيتي. الأرض دي أرض أبويا وجدي، وأنتوا خدتوا بيتكم برخص التراب. الأرض دي وضعيات، يعني بتاعت الحكومة يا حاج. يا مومنة، شغالة في جهاز المدينة ولا إيه؟ هو عشان غرضي أرتاح في بيتي وأنام على فرشتي، أبقى عايزة أسجنك. هتقعدي في بيتك ولا في فرشتك؟ بس في حتة تانية. روحي في أي حتة تانية. مالك متبتة قوي كده ومقوية الناس عليا؟ ما تشيلني من دماغك يا حاج، والله العظيم إن أنا ست كويسة وغلبانة وفي حالي. انسى بقى الفكر اللي في دماغك ده من ناحيتي، مش أنا السبب في موت الحاج الله يرحمه. بتقول إيه يا ولية؟ أنا بكلمك في إيه وأنت بتكلميني في إيه؟ العبارة كلها كده، تصفية حساب وانتقام. انتقام؟ هنتقم منك وانا عارض عليكي ملايين؟ ما يمكن غرضك انك انت تمسحني من الحته كلها عشان فكرك ان انا السبب في خراب بيتكم، مع ان ده فكر بطال. والعشره اللي كانت بيني وبين الحاج الله يرحمها كانت عشره طيبه، كانت ست جدعه. اللي بيجرالك وبيجرالي ده من بعد ما ربنا افتكرها. اقرا لها الفاتحه يا حاج. الله يرحمها ويحسن إليها. ماشي يا مومن، 3 مليون. مدام ربنا هداك قوي كده، ما
بترجع مطرحك تاني. ارجع للست منصورة دي ست الستات. سيبنا احنا الغلابة في المنطقة المعفنة دي. في ايه ولا ايه؟ ما هرد عليكي 3 مليون ومش عاجبك؟ ايه؟ وراك ايه؟ من غير زعيق يا حبيبي. حضر ورقك وشيكاتك. عدي الليلة دي على خير يا رب. قولي يا أستا رؤوف، بعت ورشتك بكام يا أخويا؟ وأنت مالك يا ست أنت؟ ما يخصكيش. عندك حق ما يخصنيش، لكن حابة أعرف يعني إذا كان هو دفع لك فلوس أكتر من اللي عارضها عليا ولا لأ. ست أنت طريقك أخضر، غوري من وش السعادة. هغور يا أخويا، هغور يا أهبة. يا منيرة تعالي يا أختي زغراتي. زغراتي يا ولية. الحاج نور عرض يشتري البيت بتاعي بمبلغ ما يخطرش على بال حد. عرض عليا مليون رفض واتنين ورفض لحد ما وصلت لتلاتة يا أستا رؤوف. 3 مليون. زغراتي يا ولية. وصوتي على اللي باع برخيص. واللي قال كده رضا ومصبرش. واللي لازم يبيع لا ما يبيعش، يعلي وما يخافش. واللي عنده وصولات يعمل قرض ويسددها. دول 3 مليون. 3 مليون يا غاجر. 3 مليون يا هوب. 3 مليون. لا ده ماما اتجننت رسمي كده خلاص، بوظت كل حاجه وهدت الدنيا وقالت لا. هي بتعمل كده بالعند فيه. هو قال محدش يعرف. بعد ما وافق على 3 مليون راح بتطفشوا. 3 مليون بيضيعوا من ايدينا. 3 مليون. ليه يا ماما بتعملي كده؟ عشان ده بيتي ومش متعتعه منه، ومحدش فيكم يفاتحني في الموضوع ده تاني. لا انا فاتحك ونحاسبك كمان. مين ده اللي يحاسبني؟ لو جالي فلوس الدنيا مش هبيعه. وهتيجي انت سامعة واختك سامعة، بكرة تشوفوا حياتكم يا اختي. انا عايشت وحموت في البيت ده. جات كل قرف. في حته الدنيا مقلوبه والناس رايحه جايه. في ولاية عند بيت العم. في ايه؟ دي ولاية مجنونه. الولاية دايره في الحته كلها تقول قال ايه؟ الحاج نور عارض يشتري بيتها ب 3 مليون. 3 مليون؟ ليه لا؟ هي مش دفعت اللي عليها وخلت منظره يكسف قدام الناس كلها؟ ما تطلبش ليه وما يديهاش ليه؟ هي الدنيا كده. اللي معاه قرش يسوى 3 مليون قرش. وقال انا اللي كان عايز ياخد مني البيت ببلاش. انت هتصدق؟ 3 مليون ايه؟ هو قصر على النيل، ده بيتها ما يتخيرش عن بيتنا، وبعدين الحوار ده لو بجد كان هيبقى بينه وبينها، مش تنزل كده تفتح وسط الخلق، ده قلبت عليه الحته كلها. ايه اللي قلب الحته؟ الواحد كده يقف ويقول انا عاوز وعاوز. عبير،
مسهمة كده ليه؟ مفيش حاجة، تعبانة شوية. على فكرة أنا سبت الشغل، مش رايحة المدرسة تاني. ليه؟ اللي حصل؟ حصل مشكلة كده مع المديرة وكانت عايزة تمد إيديها عليا. مد إيديها إزاي؟ هو إيه اللي تمد إيديها؟ ما تخافش يا طه، أنا اللي مد إيده عليها أقطعها له، حتى لو هخسر الشغل كله. نقوم أحضر الأكل بقى ونبقى نكمل الحكاية وإحنا بناكل. مش عارف ارجع لحته ازاي. الولايه اللي اسمها نعيمه دي قلبت الترابيزه على نفوخي. الناس اتلمت عليا، اللي معايا واللي ضدي، اللي باع واللي ما باعش. هنحلها ازاي متر؟ بتاع خطه واحد وخطه اتنين وخطه تلاته. اعمل ايه في الموقف اللي انا فيه ده؟ هترجع طبعا وتنكر كل الكلام اللي قالته الست دي. انت لو ما رجعتش ولو ليله واحده بس هتبقى بتاكد الكلام بتاعها ومش هتخلص. أنا عايز قرار إزالة. أنا صبرت على الناس دي كتير. هي دي الطريقة الوحيدة اللي تمشي معاهم. قرار إزالة. طول ما الناس معاها اللي يثبت ملكيتها للبيوت دي، وفي إيديها ورق وعقود ملكية حتى لو تلات أربع بيوت بس، هيبقى صعب. أتصرف إزاي؟ أعمل إيه دلوقتي؟ هتورث زي ما كنت بتورث في الأول. اختار ضحية تانية. عرف الناس إنك مش بتهزر ولا ساكت عليهم عشان العوض والكلام الفارغ ده. أنا اللي غلطان. بوصلاتها كانت في إيدي. أنا اللي اديتها مهلة. كان المفروض أطلع بوصلاتها على الاسم عادل أول ما وصلت الحتة. أنا اللي غلطان. مش أنت اللي اخترت تلعب معاها وتلوتها؟ كنت مراهن على إنها مش هتعرف تدفع؟ حابب تعيشها في قلق أيام وليالي وهي بتبر حوالين نفسها؟ بتصفي معاها حسابات قديمة؟ لو كنت عملت كده فعلا دغري وعلى طول بدل ما تسجن رمضان ولا غيره كنت خلصت من راس القفا يا حاج. بس ما علينا. اعمل اللي هقولك عليه دلوقتي وفورا. الضغط على الناس هو ده اللي بيخليهم يلخوا. مهما الناس فضلت تقاوم مناعتهم ضعيفه وقدرتهم على المقاومه بتخلص وبيقعوا في الاخر. مستر عامر الشربيني هنا؟ قول منى. منى صابر. كم كم كم. منى خير. اخيرا يا ستي. ازيك يا مستر عامر؟ اهلا وسهلا. انا تمام، انت ايه الاخبار؟ الحمد لله كويسه. أنا كنت بحسب إن أنا دخلت سويد غلط. هي مين دي؟ آن صاحبتي. تقابلنا في دبي وكانت حابة تقعد في مصر شوية. آن؟ اسمها حلوة قوي. مش اسمها بس، ده كل حاجة. اسكتي. فهميني، المرة اللي فاتت بقى هربتي ليه؟ حد يعمل كده؟ معلش أنا آسفة، يعني المرة اللي فاتت أنا ما كنتش كويسة خالص. بطلي كدب، اسمها كنت خايفة. مستر عمرو، ممكن حضرتك تقولي بالظبط ايه الشغل اللي احنا هنعمله دلوقتي؟ تفتكر يبقى ايه؟ انت بجد فاكره انا طلعتك هنا عشان ايه؟ ميس ايجيبت عشان اجري وراك الجري ده كله؟ ما ده اللي هيجنني. تحبي الصراحه؟ ارجوك. احب اشوف اللي زيك وهو جاي. ويمكن الشغل كله في اللحظه اللي دخلت فيها من الباب. وارد جدا ان احنا نتعرف على بعض اكتر، نقعد مع بعض اكتر، نقرب من بعض اكتر. وانا ومزاجي بقى. مش فاهمه. يعني انت بالنسبه لي برودكت يا منى. كل اللي اعرفه عنك شويه الدقايق اللي بشوفهم اونلاين، فيديوهاتك الفاشله، موضوعاتك التافهه، دمك اللي يلطش، القمطه اللي تقرف اللي حطاها فوق دماغك. بس طالما في ناس بتتفرج يبقى اكيد في فكره. وطالما انا بشعه قوي كده، انت عايز مني ايه؟ ايه البرنامج اللي انت عايز تعمله لي اصلا؟ هي الطلعه دي.
هو النرف ده اللي عايز ابتدي بيه واشوف ممكن اوصل بيه لفين. وانت اكيد عارفه ومتابعه انا اشتغلت على مين قبلك ووصل بقى فين دلوقتي. انت هنا عشان تحكي تتكلمي اعرفك اكتر. وارد برضو الفكره القذره اللذيذه اللي جت على دماغك تحصل ما تستبعديهاش. من الاخر يا منى انا عايزك تكتبي بتاعتي. عايزك تكتبي السلعه بتاعتي. بس ما فيش اي حاجه غصب عنك. كله برضاكي. وصلت؟ ايوه يا ايما. ايوه يا سيكارا، ما وروناش غيرك احنا يا سيكارا. بقول لك ايه، الموبايل اللي اديته لك امبارح اللي عليه الحاجه اللي كنت عايز اوصلها لرشدي. يا عم حصل خلاص، طمن عيب عليك، الحاجه زي ما انا وصلت. وصلت ازاي انت لحقت؟ ده انا كنت بكلمك اقول لك بلاش. بلاش؟ انت اكيد بتهرج على فكره. يا ابني ده خلاص، ده الحاجه زمان عنده دلوقتي. طب اتاكد الاول عشان لو ما وصلتش نعرف نلم الحكايه يا ايما. نلم الحكايه ازاي بس؟ ده انا لسه المرسال مأكد لي انه دخل له الحاجه وزمانها في ايده دلوقتي. انت اتخيلت عملت ايه بالظبط؟ انت معايا؟ خلصت الشغل بتاعك ده انت؟ العادي يعني، بس اشمعنى مالك في ايه؟ مخنوق، عايز ارغي معاكي شويه. يا عم ما تقلقنيش عليك. ما ينفعش تزوغي ونروح نشرب حاجه في اي حته. ينفع، انت فين دلوقتي؟ معقوله يا وليد؟ انت بتدخن في البيت؟ مش هتحصل كارثه من السيجاره الشهيره. حرام عليك. ما انت عارف عمر صدره ضعيف ازاي؟ انا بحثي خروج السرير لوحدي دلوقتي. لا ما انا لازم افهم في ايه؟ مش معقوله كده؟ بقالك يومين قافل على نفسك وما بتخرجش من المكتب ده، ما بتنامش وما بتتكلمش، ولا طايقني ولا حتى طايق عمر. لو سمحتي يا شهيره خروجي دلوقتي، انا اصلا مش طايق نفسي. انا اللي خلاص ما بقتش قادره استحمل طريقتك دي، وما دام انت مش طايقني، ايه اللي يجبرك على كده؟ طلقني يا وليد. المره دي مش زي كل مره، انا خلاص جبت اخري. انت طارق يا شهيره. الو، كمان ساعه ونص تستنيني في شارع التسعين اللي في التجمع، وانت في الطريق كلميني اوصف لك طريق البنك بالظبط، وهاتي معاكي بطاقتك علشان هتفتحي حساب احولك فيه الفلوس. ما ينفعش اسحب لك مبلغ زي ده مره واحده. الو يا دكتور. Thank you.
يا اخويا ما ترد يا كرم. ايه يا سي كرم؟ انت جايبنا عشان نفضل ساكتين كده؟ هو انت ليه مستموتة تطلعي من الورقة منا؟ انت امي بعتك؟ مش خلاص سكت على الحوار ده وخلصنا؟ انا مفيش حد بعتني ومش بتكلم عن نعيمة دلوقتي. يا بنتي انت كده ولا كده هتسيبي الورق وامك لما ربنا يكرمك وتتجوزي؟ طب ليه كل ده من الاول؟ والنبي يا كرم قفل على الحوار ده، مفيش داعي للكلام ده اصلا. وبعدين مش انت قايم على عمها؟ انا جاي شويه وخالها يا منى، مش عايز امشي وانتوا مش طايقين بعض ومقطعين بعض كده. الحكايه مش فلوسه بس يا كرم، انا كنت عايز اخلص من كل حاجه. كنت عايز اخلص من شغلانه امي، اخلص من الناس اللي تعرفهم ويعرفوها. كنت عايز اخلص من بيت المفتوح على الناحيتين ده، المهرجان الطبيخ اللي شغال ليل ونهار. ايه كنت انت ليه بتعددي؟ ما لسه على قد ما احيانا بتبان ان انت صايع ولف في الدنيا كلها يا كرم، على قد ما احيانا بتدي هبل. هو ايه اللي لسه ده بعد اللي امي عملته ده؟ مش بعيد الحاج نور يجيب بلطجيه وخرجونا من البيت بالعافيه. هتسيب امك في حالها وتشوفي حياتك انت يا منى. عندك حق، انا هسيبها تقعد لوحدها في السجن اللي هي عايزه تعيش فيه طول عمرها ده. انا اصلا مقرره كده. سجن؟ عليكي تعبيرات انت. اسالك سؤال يا كرم ترد عليا بصراحه. اسالي. هو انت مين بالظبط غير ابن خالي اللي احنا عارفينه من ساعه ما انت جيت وانت قايل ان انت جاي في مصلحه وماشي؟ هو انت ليه يا كرم مالكش ماسكه؟ مش عايز تجاوب. ممكن اسالك سؤال تاني؟ طيب ليه سبتني في الشركه ومشيت يا كرم؟ على فكرة اجبت السؤال الأول، هي اجبت السؤال التاني. يعني اسكتي يا منى، ما عنديش إجابات. من غير تفاصيل يعني؟ أنا يمكن أبقى زيك يا منى، بهرب وعايز أبدأ على النظافة. أنا كنت شغال في كل حاجة حرام ولبش ممكن تتخيليها هناك. فجأة قررت أعمل الخبطة الكبيرة وقلت خلاص هتتعدل. وعملت الخبطة؟ تقدري تقولي كده، لسه ما خلصتش. عايزة تعرفي سبتك ليه ومشيت من الشركة؟ مشيت يا ستي عشان اللي اسمه شريف ده طلع كاشف عني حاجات كنت بعملها هناك. الراجل ده طلع جامد ومش سهل على فكرة. والنبي انت اللي شكلك عامل مصيبة ومش تخلص منها غير وانت رايح في الستين ده يا كرم. كل واحد مننا شايل ومعبي، بس المهم نعرف نوصل في الآخر. تفتكر يا كرم اللي احنا فيه ده ليه دعوة باللي حصل زمان؟ حدوتة ابويا وحدوتة امك؟ انا ما بحبش اتكلم في الموضوع ده اساسا ولا افتكره. تفاهم بقى. ساعات بحس ان امي مش عايزه تبيع البيت ولا عايزه تمشي من حته عشان قاعده مستنيه حد فيهم يرجع. وهي دي المصيبه، عشان مفيش حد منهم هيرجع، عشان اللي فات مات واللي راح ما بيرجعش. محدش بيعرف يعيش ويكمل يا كرم وهو شايل كل ده. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. في ايه؟ ايه يا حاج؟ بتشرد عيلة عشان كم ألف جنيه؟ مضر يا ولية من هنا، مش عايز كلام كتير. الله، ليه القلبة السودة دي؟ ما كنا حلوين وسمنا على العسل، وكان في بينا اتفاق بيع وشيرة. فين عقدك وفلوسك يا حاج؟ أجيب جنبك يا ولية. مالك بتخرفي ولا بتحلمي ولا في دماغك إيه بالظبط؟ فلوس إيه وتلاتة مليون إيه؟ اتكل على الله. بتكذب يا حاج. ربنا سامع وشايف وعارف كل حاجة. انت مكانك في الاسم مش قدامي هنا. ولا انا هتشد على الاسم ولا اي حد من هنا هيتشد على الاسم، واللي راح ده مش هيبات هنا عشان ربك اسمه العدل مش بالدق. لا يا معلم اطلعوا انتوا، انا مش مزاج الطلعه دي. وبعدين ما تمشي عربيتك شويه يا بخيل. يا لا في ايه؟ انت لحقت تعرف؟ اه يا معلم ما سبت البيت. طب بقول لك يا زياد، معلش شايف انا مش في النوم. يلا سلام.
والله العظيم ما كنت اعرف اللي حصل من امي ده. انا طول الليل اصلا بفكر اجي اعتذر لمامتك، بس هي صعبه هي كمان. ها في رغي تاني؟ ما تبطلي الدبش اللي انت بترميه ده. يلا نتقابل. لا يا شيخ، وفي كافيه بره كمان مش في الجامعه. ماشي مستنيكي. يعني ايه عايزه تقلبي المنطقه مطعم يا نعيمه؟ ما هو انا زمان يا باشا انا كان نفسي اجر حته محل صغير متر في متر واعمل له فرن صغير. دلوقتي الحمد لله راس المال موجود، انا ممكن اعمل اكبر مطعم بيتي فيك يا مصر. لا وايه، وعلى النيل عندي النسوان اللي تطبخ، وعندي العيال اللي تنزل الاكل للزبون، وعندي الرجاله اللي هتقف في ظهري. انا كده ولا كده عايشه في مهرجان طبخ. طب يحصل ايه بقى لما اترقى شويه كده واقبل فوق؟ انت مفكراها حاجه سهله كده؟ ما كانش حد غلب يا نعيمه. وهتصعبها لي ليه بس يا باشا؟ ما دام الفلوس موجوده انا عايزه امشي صح، عايزه شويه تصاريح، افرش لي كام ترابيزه كده اهوت من غير اي لبش، وسيادتك عضو سابق ممكن تساعدني. المشروع ده هيساعد ناس كتير ويسدد ديون ناس كتير، هي الحكومه هتزعل من حاجه زي دي. طب افرضي فشلتي ولا حاجه، هتبقى خسرتي كل الفلوس اللي جات لك دي؟ فشل افشل في الطبخ ده انا بريم. انت عارفه الفلوس اللي هتدفع علشان نخلص اوراق موضوع زي ده كام؟ زي ما يطلبوا. ما انت برضه هتكرم الغلبانه دي. ليه؟ انت ورثتي يا نعيمه ولا وقعتي على كنز؟ بقت حته ارض يا ستي، وبدل ما تروح تعيش بالقرشين راح تبتدي مشروع. مشروع عمري. هتساعدني؟ انا ايه اللي يضمن لي؟ مش يمكن بعد ما نتجوز تلحس كلامك وتعمل اللي انت عايزه وما اخدش منك حاجه؟ هو انت فاكره نفسك مين بس؟ اعمل اللي انا عاوزه معاك انت؟ طمعان يعني؟ يا بنتي انا بجوز الباكج كله، افهمي بقى. ايه اللي يضمن لي؟ وبعدين من هنا ورايح تلم لسانك معايا. يعني انت عايزاني اكتب لك شهاده باسمك قبل الجواز؟ واحنا بنمضي عند المأذون. طب ما تيجي ما نخليش الحكايه بالقذاره دي. تعالي نناقش الجوازه بجد، والحاجات دي تيجي لوحدها. اللي هو ازاي يعني؟ انت مش قلت انك مش هتلمسني؟ يا ستي زي اللي بجد. انت مالك خايفه على نفسك قوي كده ليه؟ لا خايفه على اهلك انت. طب ما تيجي نفكر بطريقه ثانيه. مش ممكن نحب بعض مثلا؟ نحب ايه يا عبيط انت واحنا نعرف بعض اصلا؟ وبعدين هي ما بتمشيش بين الناس كده. امال بتمشي ازاي؟ ما اعرفش بتمشي ازاي، بس ما بتمشيش كده ولا بيحصل في الجواز كده ولا العقل بيقول كده. ملعون ابو العقل. هو اللي امي عايزه تعمله معايا ده فيه عقل؟ الدنيا دي كلها على بعضها لسه فيها عقل؟ احنا كبرنا لازم نعرف الدنيا، وانا مش هخلي حد يعرفها لي زي ما هو عايز. انا مش عارف غير اللي انا عايز اعرفه. ما ينفعش اتجوز واحده زيك؟ لا ينفع طبعا. الجوازه دي هتفشل طز، ما تفشل هيبقى اسمها جوازه متعه طزين وثلاثه واربعه، لكن انا هظلمك؟ مستحيل مستحيل. حتى لو فشلنا يبقى ايه بقى؟ بص انا اقدر اتجوز ومعجب بيكي، وانت ظريفه ونخشه وعندك حته كده انا بحبها، واكيد انت كمان معجبه. يا سلام. بص انا ما مرتش عليا واحده في حياتي ما كانتش معجبه، فخلصي.